كشف تقرير رصد أداء قنوات الحكومة الإلكترونية أن المدفوعات المالية الإلكترونية عبر مختلف القنوات قد كسرت حاجز 200 مليون دينار خلال النصف الأول عام 2021. وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد الدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني أن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية يعكس نجاح خطة التحول الإلكتروني وكسبها ثقة المستخدم في البحرين. أن ارتفاع قيمة المدفوعات الإلكترونية وتجاوزها 200 مليون دينار بحريني النصف الأول، طبعا هو الأعلى منذ تأسيس الهيئة في عام 2007، يعطي دلائل واضحة بنجاح خطة التحول الإلكتروني التي اندهجتها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء. هو كذلك يعني مؤشر لنجاح هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية في كسب ثقة المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين وأصحاب الأعمال في جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال القنوات الإلكترونية. وهذا بطبيعة الحال يعني يعطينا سلمك الله دافع لاستثمار هذه الثقة في تطوير المزيد من الخدمات والمبادرات المبتكرة اللي تسهل حياة المواطن والمقيم وتعمل على تبسيط وتطوير الخدمات الحكومية. وهذا طبعا يأتي امتثالا لقرار مجلس الوزراء في الاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية ورفع جودة ومستواها بشكل كبير وتقديمها بشكل سهل وبسيط من غير أي تعقيد.